السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر علمي مع الوحدة الرابعة بعنوان الكيمياء العضوية، ودرسنا اليوم عن المركبات العضوية الأخرى وهي الكيتونات. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يحدد المجموعة الوظيفية في الكيتونات، يوضح خطوات تسمية مركبات الكيتونات حسب التسمية الدولية لأيوباك، يعدد استخدامات مركبات الكيتونات، وأخيرا يميز بين الألتهيدات والكيتونات بواسطة اختبار تولينز وفهلنج. في مستهل درسنا هذا اليوم وفقرة فكر معي، نجيب على السؤال الآتي: ما المجموعة الوظيفية التي ترتبط فيها ذرة أكسجين مع ذرة كربون برابطة تساهمية ثنائية؟ أحسنت عزيزي الطالب، إنها مجموعة الكربونيل. ما الصيغة الكيميائية لمجموعة الكربونيل أو المجموعة الوظيفية التي تتميز بها؟ أحسنت عزيزي الطالب، ذرة الكربون ترتبط بذرة أكسجين برابطة تساهمية ثنائية، أو يمكن أن تكتب بشكل مختصر بهذا الشكل CO. سؤالنا الآن: ما أشهر المركبات العضوية التي تشترك في احتوائها على مجموعة الكربونيل؟ من المعلوم أن مجموعة الألتهيدات تحتوي على مجموعة الكربونيل، وكذلك مجموعة الكيتونات تحتوي على مجموعة الكربونيل. والآن نجيب على السؤال الآتي: ما الفرق من ناحية التركيب الجزيئي في كل من الألتهيدات والكيتونات؟ نجد أن الألتهيدات تحتوي على مجموعة الكربونيل في طرف السلسلة، وكذلك أن ذرة الكربون متصلة بذرة الهيدروجين من الطرف الآخر، بينما نجد أن في مجموعة الكيتونات نجد أن مجموعة الكربونيل تقع في وسط السلسلة، وأن ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل متصلة مع ذرتي الكربون في السلسلة بهذا الشكل. إذن الكيتونات هي مركبات عضوية ترتبط فيها مجموعة الكربونيل بذرة كربون تقع ضمن أطول سلسلة ذرات الكربون. والآن عزيزي الطالب، يمكننا فتح الكتاب صفحة 96 السؤال الثاني، والسؤال الآن: ما الفرق بين الألتهيدات والكيتونات بخصوص موقع مجموعة الكربونيل؟ أحسنتم، في الألتهيدات تقع مجموعة الكربونيل في طرف السلسلة الكربونية، بينما في الكيتونات تقع مجموعة الكربونيل في وسط السلسلة الكربونية، ويمكننا الاستعانة بالشكل لتوضيح موقع مجموعة الكربونيل في كلا المركبين. أيضا سؤال 13 صفحة 114: ما اسم المجموعة الوظيفية الموجودة في الكيتونات؟ هل هي هيدروكسيل أم كربونيل أم كربوكسيل أم إيثيل؟ أحسنت عزيزي الطالب، إنها مجموعة الكربونيل. والآن لدينا السؤال الآتي: ما استخدامات البروبانون أو الأسيتون والصيغة الكيميائية له CH3CO CH3 في الحياة العملية؟
يمكن أن يستخدم كمخفف لقوام الطلاء أو الدهان، وكذلك مزيل طلاء الأظافر. والآن نأتي عزيزي الطالب إلى محور درسنا هذا اليوم، وهو تسمية الكيتونات. الخطوة الأولى، يتم تحديد اسم الكيتونات حسب التسمية الدولية الأيوباك وإضافة اللاحقة 1. الخطوة الثانية، يوضع رقم مجموعة الكربونيل بحيث تحدد موقع مجموعة الكربونيل في مقدمة الاسم حيث تأخذ أقل رقم ممكن. الخطوة الثالثة، أصغر كيتون يتكون من 3 ذرات كربون، حيث أن مجموعة الكربونيل تقع ضمن سلسلة الكربون فلا توجد ذرة هيدروجين مرتبطة بها. سؤال الآن، ما اسم أصغر كيتون يتألف من 3 ذرات كربون وما صيغته البنائية؟ كما نرى في الصورة، هذا الأسيتون أو CH3CO CH3 هو أصغر كيتون يتألف من 3 ذرات كربون، وكما قلنا يشتهر باسم الأسيتون واسمه العلمي البروبانون، وصيغته البنائية CH3CO CH3 حيث يتكون من 3 ذرات كربون كما في الأشكال التي أمامنا. الآن سؤال صفحة 118 رقم 46، لما لا يوجد مركب يسمى الإيثانون؟ نعم، حاول عزيزي الطالب الإجابة على هذا السؤال، لماذا لا يوجد مركب يسمى بالإيثانون؟ لعدم وجود ذرات هيدروجين مرتبطة بمجموعة الكربونيل في الكيتونات، وفي هذه الحالة سوف تكون مجموعة الكربونيل طرفية وليست وسطية. لدينا مثال 17 صفحة 86 من الكتاب، سمي المركب ذا الصيغة البنائية المقابلة ثم اكتب صيغته المكثفة كما نرى من خلال هذا الشكل. الحل عزيزي الطالب، نحدد أطول سلسلة من الكربون ونحدد البادئة المناسبة لها المعروفة باسم نون. بهذا الشكل نحدد ذرات الكربون الموجودة في السلسلة، ثم نبدأ في قضية العد. إذن الخطوة الثانية، نبدأ في قضية العد ونحدد الاسم وهو نونان بهذا الشكل، نضيف اللاحقة وون بهذا الشكل فتصبح نونانون. في الخطوة الرابعة، نضيف الرقم 4 لتحديد موقع مجموعة الكربونيل كما في هذا الشكل، حيث نبدأ بعملية العد 1 2 3 4، أقرب من الجهة اليسرى 5 6 7 8 9، ونكتب اسم المركب 4 نونانون. الخطوة الأخيرة، نكتب الصيغة المكثفة حيث نضع مجموعة الكربونيل في المنتصف حتى نؤكد أن المركب هو الكيتون C3H7CO C5H11. والآن لدينا سؤال رقم 4 صفحة 96، ما الاسم المستخدم لمركب عضوي ينتمي إلى الكيتونات ومؤلف من 6 ذرات كربون مع مجموعة الكربونيل الموجودة على ذرة الكربون رقم 3؟ نحاول عزيزي الطالب أن نرسم هذا المركب أولا. سيكون شكل هذا المركب بالشكل التالي، وبالتالي فإن الإجابة ستكون
هي بي 3 هكسانون. لدينا أيضا سؤال في صفحة 114 من الكتاب، سؤال 14: ما الاسم النظامي حسب الأيوباك للمركب في الصيغة المكثفة CH3CO C7H15؟ هل هو 2 نونانال أم 2 هبتانون أم 2 نونانون أم 2 هبتانال؟ نجد أن الإجابة هي C2 نونانون، حيث أنها تحتوي على 7 ذرات كربون من الطرف الأيمن، ولدينا مجموعة الكربونيل، وأيضا لدينا ذرة كربون في الطرف الأيسر، أي مجموعهما 9 ذرات كربون، أي الإجابة 2 نونانون هي الصحيحة. لدينا سؤال صفحة 118 رقم 43: أرسم الصيغة البنائية للمركب 1 برومو 3 هكسانون. حاول عزيزي الطالب أن تحل هذا السؤال، ثم تأكد من إجابتك من خلال الحل الذي سأبينه إن شاء الله. نجد أن المركب يرسم بهذا الشكل، حيث نرسم 6 ذرات كربون بما فيها مجموعة الكربونيل، ونبدأ العد من خلال بداية مجموعة الوظيفية، مجموعة الهاليد بروميد BR، إما أن تكون على اليمين أو على اليسار. فبما أنها تحتل ذرة الكربون رقم 1، فنبدأ من اليمين بهذا الشكل، حيث نقول أن المركب هو CH3CH2CH2CO CH2CH2Br، هي الإجابة الصحيحة. والآن لدينا سؤال 44 صفحة 118 من الكتاب: اكتب الاسم النظامي بحسب الأيوباك للمركب في الصيغة المكثفة C2H5CO C2H5. حاول أن تكتب اسم هذا المركب عزيزي الطالب حسب ما تعلمته في درس هذا اليوم. أحسنت. نجد أن أولا نكتب الصيغة البنائية لهذا المركب بالشكل التالي، وبالتالي يسهل علينا ترقيم عدد ذرات الكربون ومعرفة التسمية لهذا المركب، ويمكن أيضا كتابته بهذا الشكل كما نرى، حيث نجد أنه لدينا 5 ذرات كربون تتوسطها مجموعة الكربونيل، وبالتالي نجد أن اسم هذا المركب هو 3 بنتانون. هذه هي الإجابة الصحيحة، الإجابة هي 3 بنتانون. والآن لنتعرف أعزائي الطلبة على سؤال الاستقصاء في الكتاب بعنوان: كيف يمكننا إجراء اختبار للألتهيدات والكيتونات، أي كيف يمكن أن نميز بين الألتهيد والكيتون من خلال تجربة في المختبر؟ لدينا الاختبار الأول وهو اختبار فيهلينج، وخطوات العمل موجودة في صفحة 87 من الكتاب، وهو اختبار معملي نوعي يستخدم للتمييز بين الألتهيد والكيتون. نجد أنه يعطي نتيجة إيجابية مع الألتهيد، حيث يؤدي إلى ظهور معلق أخضر اللون وراسب أحمر، مع العلم أن اختبار
الفهلنج هو لون أزرق، وبالتالي يتحول مع الألتيدات إلى معلق أخضر اللون وراسب أحمر كما هو حاصل في الصورة. نجد أنه مع الألتيد تحول إلى الراسب الأحمر أو البني المحمر، يعني أنه يدل على وجود الألتيد، بينما لم يتغير في حالة الكيتونات، وبالتالي فإن الأنبوب الآخر احتفظ بنفس لون اختبار فيهلينج، وبالتالي لم يحدث له أي تغيير، وهذا يعني أن هذا الأنبوب يحتوي على الكيتونات. في الاختبار الآخر الذي يمكننا أن نميز به بين الألتيد والكيتون، اختبار تولينز، وهو يعرف أيضا باسم اختبار المرآة الفضية، حيث نستطيع من خلاله تكوين مرآة فضية، وخطوات العمل مبينة في الصفحة 87 و88. نجد أنه يعطي نتيجة إيجابية مع الألتيدات، حيث يؤدي إلى تكون مرآة من الفضة أو راسب أسود اللون في داخل أنبوبة الاختبار، كما نرى في هذا الشكل تكون مرآة فضية نتيجة تفاعل اختبار تولينز مع مادة الألتيدات، بينما لم يتغير أي شيء على اختبار تولينز مع مركبات الكيتونات، وبالتالي لم تتغير النتيجة. وفي الختام، مع تمنياتنا لكم دوما بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.